عودة معكم من جديد لنتحدث مع أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك أحمد. يعني كنا تحدثنا قبل الفاصل ويعني منذ الجلسة الصباحية نتحدث عن تصريحات جيروم باول والخطاب، ولكن يعني الإشارات القادمة يعني اليوم أحمد كيف ممكن أن نقرأها ضمن هذه التوجهات التي نشهدها في الأسواق؟ صباح الخير رندا ورؤيا. نعم، عندما ننظر إلى الاجتماع الفيدرالي الأمريكي بكل تأكيد كان تثبيت أسعار الفائدة متوقع، وهو ما حصل عليه جيروم باول. على ما أعتقد رندا، كان محمل جيروم باول في اجتماع الأمس هو السيطرة على عوائد السندات. التفسير على ما أعتقد للخطاب لم يزيد الانقسام إلا انقسام. بكل بساطة، على ما أعتقد ممكن نرفع الفائدة أو ممكن ما نرفع الفائدة، هي اللغة التي أوصلها جيروم باول في اجتماع الأمس. البيان ذكر بأن التجديد المالي والتجديد الائتماني هي مضرة بالاقتصاد بكل تأكيد، أكيد واضحة جدا على القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية القروض. عندما ننظر إلى المعطيات بشكل عام بلهجة جيروم باول، نبرة جيروم باول، على ما أعتقد لم يضيف ما كانت تتوقع الأسواق، هي البقاء على أسعار الفائدة لفترة زمنية أطول. لا بل أضاف أن المخطط النقطي دوت بلوت أنه قد يكون متغير من التصويت الأخير في شهر 9 إلى شهر 12. أعطى الأسواق بعض الأفكار بأن رفعة الفائدة التي كانت تتوقع من المخطط النقطي قد تزول في اجتماع شهر 12. هذا ما أعطى الأسواق إمكانية التوقع بأن عمليات رفع أسعار الفائدة قد تكون هي متوقفة، هي الأخيرة، دورة تجديد السياسة النقدية هي الأخيرة. لكن عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية رندا، لا تزال إمكانية رفع أسعار الفائدة على ما أعتقد على طاولة الفيدرالي الأمريكي. النمو الاقتصادي عند 4.9% بكل تأكيد سوف تكون ضاغطة مع مرور الوقت على التضخم. هذا ما أخفاه طبعا جيروم باول في نبرته بأن الأرقام الاقتصادية لا تزال تحتاج المتابعة في الفترة القادمة. بكل تأكيد 2% بالنسبة للتضخم لا تزال بعيدة، وقد تكون بعيدة كل البعد إذا ما استمرت أرقام النمو بالارتفاع والمودريتنج التي أشار لها، أو الاعتدال بالنسبة لأرقام الوظائف في الفترة القادمة. فجميع المعطيات الاقتصادية على ما أعتقد تعطي الدافع بالنسبة للمستثمرين، دافع بالنسبة للأفكار بأن إمكانية رفع أسعار الفائدة لا تزال على طاولة الفيدرال الأمريكي، لكن التوقف هو محسوب. عوائد السندات على ما أعتقد كانت هي هدف جيروم باول في اجتماع الأمس. طب هذا فيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي وقراءتنا له. اليوم عندك قرار بنك إنجلترا، والوضع الاقتصادي البريطاني مختلف. الوضع طبعا الأجور تتفوق على التضخم، بس التضخم لسه مرتفع أيضا في بريطانيا. هل نتوقع تثبيت معدلات الفائدة أيضا؟ نعم رؤيا، على ما أعتقد تثبيت أسعار الفائدة هو القرار قد يكون الحكيم بالنسبة لبنك إنجلترا. عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي قد يكون هو الدافع الأساسي بالنسبة لبنك إنجلترا إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة. الاجتماع الماضي كان تصويت الأعضاء 5-4، انقسام كان واضح بالنسبة لعملية تثبيت أسعار الفائدة. 4 أعضاء صوتوا على تثبيت الفائدة، بالتالي لا يزال هناك بأعضاء الفيدرال الأمريكي أو في أعضاء البنك إنجلترا في المجلس لا يزال هناك انقسام. لكن كونليف أحد الصقور قد تم إزالته في اجتماع اليوم، فعلى ما أعتقد قد يكون هناك نبرة صقورية أقل. 2 من الأعضاء على ما أعتقد قد يصوتوا إلى عملية رفع أسعار الفائدة فقط، بينما 7 قد يصوتوا إلى التثبيت. بكل تأكيد الوضع الاقتصادي بالنسبة لإنجلترا قد يكون مختلف بعض الشيء عن الولايات المتحدة الأمريكية. أرقام اقتصادية كما أشرت رولا، الأجور مرتفعة بعيدة كل البعد، قد تكون هي الذروة لكن مرتفعة جدا عندما يقارب 8% أو عند 7.8% تحديدا. فالأجور مرتفعة، أرقام الوظائف لا تزال تحتاج بعض الدفع بالنسبة لبنك إنجلترا إذا ما أراد رفع أسعار الفائدة. فالمعطيات الاقتصادية قد تكون مختلفة في بنك إنجلترا. تثبيت أسعار الفائدة قد يكون قرار حكيم ليس فقط اقتصاديا بل سياسيا لريتشي سونك الذي قد يمر في الانتخابات السنة القادمة. فعلى ما أعتقد تثبيت أسعار الفائدة تقليل الألم على الشعب الإنجليزي قد يكون هدف بالنسبة لريتشي سونك في الفترة القادمة. فعلى ما أعتقد التثبيت قد يكون وارد بالنسبة لبنك إنجلترا مع نبرة أقل صقورية من الاجتماع الماضي. طيب أحمد، نعرج على أسعار النفط واستمرار عودة الارتفاعات التي شهدناها وتحديدا اليوم 1%، والمخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، إلى أي مدى فعليا سوف يكون هذا العامل كذلك لنعود ونشهد ارتفاع مثل ما كان حذر البنك الدولي في وقت سابق بأننا قد نشهد ارتفاعات أعلى من التي نشهدها حاليا؟
نعم رندا، عندما ننظر إلى تداولات النفط في الفترة الماضية وحتى التداولات جميع منتجات التداول تمر في تداولات عرضية منذ يوم الجمعة المنصرم، عندما ننظر إلى المعطيات بالنسبة للنفط، البنك الدولي عندما أشار في تقريره وضع ثلاث سيناريوهات، دليل واضح على أن هناك مخاوف على الإمدادات النفطية، لكن تشويش أيضا بالنسبة للتحركات القادمة بالنسبة للإمدادات النفطية. على ما أعتقد عند موازنة التوترات الجيوسياسية حاليا في غزة، عندما ننظر لها بكل تأكيد قد تكون هي الأقل حدة مما وضعه البنك الدولي، فبالتالي لا يزال هناك إمكانية لتسجيل ارتفاعات بالنسبة للنفط، لكن التداولات العرضية مع موازنة الإمدادات النفطية في الفترة القادمة على ما أعتقد قد تكون واردة جدا إذا ما اتسعت طبعا رقعة التوترات الجيوسياسية في الفترة القادمة التي قد تثير إمكانية التوقف الإمدادات النفطية، لكن مع الأوضاع الحالية على ما أعتقد هي توترات جيوسياسية قد تكون بسيطة التحركات بالنسبة للنفط. مستويات 78 لخام غرب تكساس تعتبر مستويات مهمة جدا ثباتها لدفع إيجابي بالنسبة للنفط في الفترة القادمة. ونشكرك سيد أحمد عزام، وأنت محل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.